الله عليه. قال رحمه الله: الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا ورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورد في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورد العز باطنا وظاهرا. هذا كلام عظيم جدا ذكره رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فهنا من الأمور التي تعين العبد على الصبر على الأذى أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. ما انتقم أحد لنفسه إلا وجد لذلك ذلا يجده في نفسه. وإذا عفا عزه الله سبحانه وتعالى بما حصل منه من عفو. تأمل واقع الناس العملي مع هذا الأمر. أكثر الخلق يظن أن العز بالثأر، أن العز إنما هو بأخذ الثأر وبالانتقام، أن هذا هو العز، وأن عدم الأخذ بالثأر من الذل. كيف يقول أنا يفعل كذا وكذا ولا أنتقم منه؟ هذا ذل. فأكثر الخلق يظن أن العزة في الثأر والأخذ بالثأر والانتقام، بينما العز الحقيقي في العفو. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. وانظر هذا البيان الجميل لشيخ الإسلام، يقول: العز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر الذي هو الانتقام، عز في الظاهر، ويورث في الباطن ذلا، ويورث في الباطن ذلا، بينما العفو ذل في الباطن. يظن من عفا أن هذا، أو يظن في من عفا أن هذا ذل، أن هذا ذل، وهو في الحقيقة يورث العز باطنا وظاهرا، يورث العز باطنا وظاهرا. نعم.